خير جميعا، اليوم إن شاء الله راح نشرح تجربة رقم 10، وهي التجربة الأخيرة إن شاء الله في مساقنا لهذا الفصل. نحن عادة نشتغل على مرحلتين على أسبوعين لما نشتغلها في المختبر، ولكن راح نعطيكم إياها اليوم دفعة واحدة إن شاء الله. عنوان التجربة Chemical Equilibrium in Solution Distribution Coefficient of I2 between Water and Chloroform، بس هو فعليا سايكلوهكسان، يعني احنا ما رح نستخدم الكلوروفورم في تجربتنا وإنما السايكلوهكسان. فالهدف من تجربتنا اليوم إنه نحسب قيمة الـ distribution coefficient اللي هو الـ KD للأيودين between two immiscible solvents اللي هم الووتر والسايكلوهكسان. يعني بدنا نذوب الأيودين اللي هو الـ I2 في ميكتشر من السولفنتس. هذا الميكتشر يحتوي على الماء والسايكلوهكسان، يعني مادة أكويس ومادة أورجانيك، فالمادتين immiscible ما بيتجانسوا مع بعض. فبدنا نشوف إلى أي حد أو شو مدى ذائبية الأيودين في الطبقتين هذول، أو كيف راح يتوزع الأيودين ما بين الطبقة الأكويس والطبقة الأورجانيك. فعامل التوزيع للأيودين بين الطبقتين هذول نسميه distribution coefficient أو الKD. طبعاً الdistribution coefficient راح نحسبه باستخدام، أول شيء راح نعمل مجموعة من يعني تجارب كيميائية على الأيودين في الطبقتين هذول. يعني راح نعمل فعليا تايتريشن بحيث انه نشوف كم التركيز للأيودين في كل من الطبقة المائية والطبقة العضوية، وبعدين نحسب الإكويليبريم كونستانت. نحسب الإكويليبريم كونستانت لأيون اليود اللي هو الأيودايد الأي ماينس نسبة للآي 3 ماينس، ورح نشوف كمان شوي إنه شو هي الآي 3 ماينس من وين حصلنا عليها. طيب الفكرة هون زي ما حكينا إنه الأيودين إذا ذوبنا في مادتين ما بتجانسوا مع بعض أو two immiscible liquids في حال تجربتنا اليوم الووتر والسايكلوهكسان، فالأيودين راح يتوزع ما بين الطبقتين، ما بين الطبقة الأورجانيك والطبقة الأكويس. طبعاً الـ distribution coefficient يحسب باستخدام هاي المعادلة، الـ KD يساوي مولر concentration للسوليوت اللي هو الأيودين في السولفنت الأول على المولر concentration للأيودين في السولفنت الثاني. فالسولفنت نمبر 1 راح يكون عندنا السايكلوهكسان، والسولفنت نمبر 2 راح يكون عندنا الووتر. ففعليا KD يساوي تركيز الأيودين في السايكلوهكسان تقسيم تركيز الأيودين في الووتر. ففي تجربة اليوم اللي راح يصير إنه راح نحسب الKD عند درجة حرارة الغرفة عند 25 درجة سيليوسية تقريبا باستخدام عملية التايتريشن. فإحنا طبعا كونه الووتر والسايكلوهكسان ما بيتجانسوا مع بعض، فرح نستخدم السبريتوري فانل لحتى نعمل عملية شيكينج للتو سولفنتس بوجود السوليوت اللي هو الأيودين. طبعا بعد ما نخلط الأيودين بالتو سولفنتس رح ناخد عينة من كل سولفنت فيهم أو من كل سوليوشن فيهم لحتى نعمل له عملية تايتريشن بالصوديوم ثايوسلفيت باستخدام الانديكيتر اللي هو ستارتش. تمام، ومعروف انه السوليوبيليتي للايودين بالسايكلوهكسان اكبر من السوليوبيليتي للايودين في الووتر، فبالتالي عمليه التايتريشن للايودين في السايكلوهكسان راح تستهلك كميه اكبر من التايترنت اللي هو كميه اكبر من الصوديوم ثايوسلفيت بالنسبه للاورجانيك لاير. فتفاعل الأيودين مع الصوديوم ثيوسلفيت بيكون باستخدام أو كما هو واضح في المعادلة التالية، كل واحد مول من الأيودين يقابل 2 مول من الصوديوم ثيوسلفيت.
طبعا لون الايودين بلو دارك بلو، صوديوم ثيوسلفيت كلرلس لا لون له، فباستخدام الانديكيتر اللي هو الستارج فرح يتحول عندنا اللون عند الاند بوينت من بلو الى كلرلس، يعني مجرد ما يختفي اللون فبالتالي احنا بنكون وصلنا للاند بوينت، ننهي التفاعل او ننهي عمليه التايتريشن وبناخذ حجم الصوديوم ثيوسلفيت المستهلك في هاي العمليه. طبعاً الفكرة هون كمان إنه الأيودين إجمالاً هو عبارة عن مادة متطايرة، يعني ممكن إحنا خلال عملية التايتريشن كونه الأيودين موجود في الفلاسك أو في الإيرلنماير فلاسك، يعني فلاسك مفتوح، فممكن إنه هاي المادة تتطاير فكميتها رح تقل، هذا الشيء بيأثر على العمليات الحسابية، فإحنا رح يعني نحافظ على كمية الأيودين الموجودة بالسوليوشن بإضافة البوتاسيوم أيودايد اللي هو الكي آي. البوتاسيوم أيودايد بيطلق أيونات الأيودايد آي سالب، فهاي الأيونات تتفاعل مع الأيودين جزيء اليود يعني، وبتعطينا أيون التراي أيودايد الآي ثري ماينس. أيون الآي ثري ماينس ثابت بيظل موجود في السوليوشن ما بيتطاير، فإحنا بنكون حافظنا على كمية الأيودين الموجودة في السوليوشن بحيث إنه كميتها ما تقل، وهالشي ممكن يأثر على كمية التايترنت المستهلكة فبيأثر أكيد على العمليات الحسابية، فضروري خلال عملية التايتريشن نضيف كمية بسيطة من هذا الملح اللي هو البوتاسيوم أيودايد. فزي ما حكيت لكم هاي التجربة بالعادة بالمختبر بتنشغل على أسبوعين، بالأسبوع الأول نحسب الكي دي اللي هو الديستريبيوشن كوفيشنت، بمعنى تركيز الأيودين في السايكلوهكسان على تركيز الأيودين في الوتر. الأسبوع اللي بعده بنستخدم هاي القيمة لحتى نحسب كمية أو قيمة الكي سي اللي هو الإكوليبريوم كونستانت، كونه المعادلة الجديدة بعد إضافة البوتاسيوم أيودايد صارت بهذا الشكل، الأيودين اللي أصلاً موجود في السوليوشن مضاف إله أيونات اليود بيعطينا تراي أيودايد، فالإكوليبريوم كونستانت لهذه المعادلة بيكون بهذا الشكل، تركيز الناتج على تركيز المتفاعلات، طبعاً كلهم في حالة الإكوليبريوم لأنه بيكون في عنا حالة إكوليبريوم ما بين طرفي المعادلة. فنحن لحتى نحسب كي سي لازم نوجد الثلاث تركيز هدول بحيث أنه نطبقهم في المعادلة. فخلينا شوي نمر على البروسيجر بشكل سريع بس مشان الأمور تكون واضحة بالنسبة للحسابات. البروسيجر مقسوم على قسمين، القسم الأول لإيجاد الـ KD أو الـ Distribution Coefficient، والقسم الثاني إيجاد قيمة الـ KC. خلينا نحكي، فأول شيء بدنا نحضر المحاليل الموجودة عندنا هون في الجدول، تمام؟ رح نستخدم 250 مل إيرلماير فلاسك بحيث أنه نحضر الأربع solutions اللي موجودين عندنا هون. طبعاً الخانة الأولى اللي هي بتحتوي على معلومات بتخص الفوليوم of saturated iodine solution in cyclohexane، يعني iodine solution موجود في السايكلوهكسان، والخانة الثانية cyclohexane مضاف للخانة الأولى، والخانة الثالثة بتحتوي على حجم الماء المضاف. فإحنا أول مرة رح نضيف 30 مل من محلول الأيودين في السايكلوهكسان، 0 مل من السايكلوهكسان، و100 مل من الماء. المحاولات الثانية والثالثة والرابعة زي ما هو مبين عنا هون، فبصير في عنا أربع عينات بهاي الحالة. رح نعمل عملية شيكينج زي ما هو مبين عنا هون لخمس دقائق، بعدين نحطه في ووتر باث بدرجة حرارة الغرفة لمدة 30 دقيقة، بعدين نعمل عملية شيكينج بعد ما يكونوا في الووتر باث، وبناخد 5 مل من كل طبقة، من الطبقة الأورجانيك والطبقة الأكوياس، ومنعايرها بمحلول الثيوسالفيت باستخدام ستارج إنديكيتر. طبعاً التركيز معروف للصوديوم ثيوسالفيت اللي هو 5% مولر في هاي الحالة، في حال معايرة الأورجانيك لاير، في حال معايرة الأكوياس لاير نستخدم 2 بالألف مولر من الصوديوم ثيوسالفيت باستخدام نفس الانديكيتر. فكل مرة نحن منعاير لحد اختفاء اللون الأزرق، مجرد ما يختفي اللون الأزرق
نتوقف عن عملية التايتريشن وبنحسب كمية الصوديوم ثيوسلفات المستهلكة في هاي العملية وبنحتفظ بالداتا لحتى نعمل كالكوليشنز بالنهاية. القسم الثاني بدنا نحضر المحاليل الموجودة في الجدول. الخانة الأولى اللي هي الساتوريتد أيودين في السايكلوهيكسان، وبعدين منضيف الكي آي سوليوشن. تمام؟ كي آي سوليوشن بالتراكيز اللي موجودة عندنا، منضيف 100 ميل من البوتاسيوم أيودايد سوليوشن بالتراكيز الموجودة عندنا، يعني إحنا بنحضر تراكيز مختلفة من هذا السوليوشن، وبنفس البروسيجر نفصل الطبقتين بعد الخلط، الطبقة العضوية والطبقة المائية عفوا، وبناخد الأحجام المبينة عندنا في البروسيجر من كل طبقة ومنعايرها بالصوديوم ثيوسلفيت ومندون الأحجام للتايترنت يلي وصلتنا للإند بوينت. طيب الكالكوليشنز، أول إشي مطلوب منا الكونسنتريشن للأيودين بالأكويس وبالأورجانيك سولفنتس اللي هي من القسم الأول من التجربة. فنحن عايرنا بالصوديوم ثيوسلفيت. الصوديوم ثيوسلفيت إذا بتذكروا المعادلة ذكرناها من شوي، نسبة الأيودين للصوديوم ثيوسلفيت 1:2، فبدنا نراعي هذا الفاكتور بالعملية الحسابية. تمام؟ فلحتى نحسب التراكيز نستخدم قانون MVV للأيودين يساوي MVV للصوديوم ثيوسلفيت. طبعا التركيز معروف للصوديوم ثيوسلفيت، الحجم بيكون معروف اللي هو حجم التايترنت بعد الوصول للإند بوينت، أحجام الأيودين في الأورجانيك والأكويس لاير معروفة، فنحسب التراكيز ونحسب قيمة الكي دي اللي هو تركيز الآي 2 بالسايكلوهيكسان على تركيز الآي 2 في الطبقة المائية. طبعا هاي العمليات نحسبها أو هاي العملية الحسابية نحسبها في حال الأورجانيك في الأورجانيك لاير في الأكويس لاير. نحتفظ بقيم الكي دي للمرحلة اللي بعدها اللي هي لحساب تركيز الأيودين، تركيز الآي ماينس وتراي أيودايد أيون اللي هم موجودين في المعادلة الأخيرة، معادلة التفاعل مع البوتاسيوم أيودايد. فإحنا لحتى نحسب الكي سي أو الإكوليبريم كونستانت لازم نوجد الثلاث تركيز هدول بحيث أنه ندخلهم في المعادلة. أول إشي بالنسبة لتركيز الأيودين، إذا بتذكروا بالخطوة السابقة حسبنا قيمة الكي دي اللي هي I2 للسايكلوهيكسان، تركيز الـ I2 للسايكلوهيكسان على تركيز الـ I2 في الووتر. تمام؟ فإحنا مطلوب منا بهاي المرحلة الـ I2 أو تركيز الـ I2 في الطبقة المائية اللي هي تركيز الـ I2 في السايكلوهيكسان على الكي دي. طبعا كي دي معروف من الفيرست بارت من الخطوة السابقة. الاي 2 بالسايكلوهيكسان كيف ممكن احنا نحسب تركيزه باستخدام هاي المعادلة، ام في في يساوي ام في في. التركيز بهاي الحالة، التركيز بهاي الحالة يساوي تركيز في الفوليوم اللي هو عدد المولات على الحجم. طبعا التركيز يساوي، فعدد المولات يساوي ام في في للصوديوم ثيوسلفيت على الحجم الكلي للسوليوشن. طبعا اثنين هاي زي ما حكيت لكم اذا بتتذكروا الفاكتور ما بين الايودين والصوديوم ثيوسلفيت كان 1:2، يعني نسبه الايودين للصوديوم ثيوسلفيت 1:2، فبهاي الحاله بنقسم هاي القيمه على 2 او نضرب في نص، فهيك بنكون طلعنا قيمه الاي 2 في الووتر. يعني بعد ما ناخذ هاي القيمه بنقسمها على الكي دي يلي اوجدناها بالخطوه السابقه، نوجد قيمه الاي 2 في الطبقه المائيه. بالنسبه للاي 3 ماينس، اي 3 ماينس تساوي اي 2 توتال ناقص اي 2 اكويليبريم. طبعا اي 2 اكويليبريم هاي اللي طلعناها من الخطوه السابقه اللي هي اي 2 ووتر. تمام؟ اي 2 توتال اللي هي نفسها الاي 2 الاكويس. اي 2 اكويس كيف بنطلعها؟ اللي هي نفسها قانون الـ MVV للـ I2 يساوي MVV للصوديوم ثيوسلفيت. فإحنا ناخد هاي القيمة من التركيز والفوليوم للصوديوم ثيوسلفيت، ممكن نوجد من خلاله تركيز الـ I2، فمندخله في هاي المعادلة زي ما حكيت لكم هذا القسم من الخطوة السابقة، فبنوجد تركيز الـ I3 minus.
بالنسبة لتركيز الاي ماينس اللي هو آخر شيء مطلوب منا بالمعادلة، فتركيز الاي ماينس يساوي تركيز الاي ماينس انيشيال ناقص تركيز الاي 3 ماينس. طبعا الاي 3 ماينس من الخطوة السابقة وجدناه هون. تركيز الاي ماينس انيشيال موجود عندكم في البروسيجر، بيكون معطى معكم أكثر من تركيز بدائي، فأنتوا بتطبقوه في المعادلة بحيث أن تطلعوا مجموعة من القيم للآي ماينس في حالة الإكويليبريم، فهذا بيكون معطى، هذا أوجدناه من الخطوة السابقة، فمنطلع آي ماينس إكويليبريم. طبعاً رح تطلع معنا عدة قيم للآي ماينس إكويليبريم حسب عدد الانيشيال كونسنتريشن للأيودايد أيضاً، فبناخذ الافرج تبعها بطبيعه الحال، او ممكن انه كل القيم هاي نطبقها في معادله الاكوليبريم كونستانت وبعدين ناخذ الافرج للاكوليبريم كونستانت نفسه. فتركيز هاي صارت بالنسبه لنا معروفه، بندخلها داخل هاي المعادله بحيث انه نطلع الاكوليبريم كونستانت. ويعطيكم الف عافيه.